مشاهدينا الكرام أهلا بكم. تواصل قناة ميديا إن تي في مواكبة الذكرى 21 لعيد العرش ببث العديد من البرامج الحوارية. اليوم سنتحدث مع ضيوفنا عن مواصلة المغرب لجهوده الحثيثة في إرساء مبدأ التعاون جنوب جنوب وتعزيز الثقة بين البلدان الإفريقية حتى في ظل هذا الظرف الاستثنائي. ففي أوج أزمة كورونا قرر المغرب إرسال شحنات من ملايين الكمامات والمعدات الطبية إلى العديد من الدول الإفريقية، مبادرة حظيت بإشادة دولية واسعة وجسدت مرة أخرى قناعة المملكة بأهمية التآزر الإفريقي في مواجهة التحديات. قبل أن نخوض في هذا الحوار نتوقع نقف عند هذه الشاشة التفاعلية مع الزميل فتح الله البوتيكي. مشاهدينا أهلا بكم. تعميقا للتعاون القائم بين المغرب ودول القارة الإفريقية، أصدر الملك محمد السادس تعليماته بإرسال مساعدات طبية إلى عدة دول إفريقية من أجل دعم تدابيرها الرامية إلى النجاح في التصدي لجائحة كورونا، خطوة تضامنية تجسد روح وعمق التعاون القاري. المبادرة المغربية التضامنية تهدف إلى تقديم معدات طبية ووقائية من أجل مواكبة أزيد من 15 بلدا إفريقيا من جميع جهات القارة في جهودها ضد كوفيد-19، ولعل من بين ما يميز هذه المساعدات أن جميعها من صناعة مغربية مطابقة للمعايير العالمية. هذا العمل التضامني يندرج في إطار تفعيل المبادرة التي أطلقها الملك محمد السادس في 13 من أبريل 2020 لفائدة البلدان الإفريقية الشقيقة لمواكبة جهود هذه البلدان في مختلف مراحل تدبير الجائحة وتقاسم التجارب والممارسات الجيدة في هذا المجال. مبادرة ملكية لقيت إشادات إقليمية ودولية، كان آخرها من منظمة الفاو ومنظمة الصحة العالمية التي اعتبرت أن هذه المبادرة تجسيد حقيقي للتضامن الإقليمي الذي ما فتئت تدعو إليه لمكافحة الجائحة، كما تفاعلت أيضا مع هذه البادرة التضامنية دول عديدة كالولايات المتحدة وألمانيا، وحظيت هذه الخطوة بترحيب واسع من رؤساء الدول الإفريقية. مبادرات ملكية تضاف إلى العديد من المبادرات السابقة، حيث دأب المغرب على إرساء مبدأ التضامن في الفضاء الإفريقي زمن الرخاء كما في زمن الشدائد والمحن. ففي إطار محاربة جائحة كورونا استلمت السلطات المالية مصحة عصرية تحمل اسم الملك محمد السادس، وذلك للتصدي للفيروس. كما قرر الملك محمد السادس وضع مركز استشفائي متعدد التخصصات في خدمة الحكومة المالية لمواجهة الجائحة. وفي عام 2015 عندما اجتاح إيبولا غينيا، أمر الملك محمد السادس بتقديم الدعم اللازم لهذه الدولة الإفريقية في مواجهة الفيروس القاتل، وأعطى أمره لوزير الصحة آنذاك للتعاون بشكل وثيق مع نظيره الغيني وتقديم الدعم المطلوب من أجل مواجهة هذا الوباء. وفي نفس السنة جرى إطلاق العديد من برامج دعم الساكنة المعوزة للسنغال من طرف المغرب، كان من أبرزها الهبة الطبية التي سلمها العاهل المغربي خلال زيارته إلى السنغال سنة 2015، وهي هبة تضم 10 أطنان من الأدوية والتجهيزات الطبية المتطورة. وفي غشت من عام 2013 أعطى الملك محمد السادس تعليماته بإرسال مساعدات إلى السكان المنكوبين إثر الفيضانات الخطيرة التي اجتاحت الجمهورية السودانية، واشتملت المساعدات التي تولت القوات المسلحة الملكية إيصالها عبر جسر جوي، اشتملت على خيام وأدوية ومواد غذائية. هي إذن مبادرات تأتي ضمن رؤية العاهل المغربي الذي ما فتئ يعمل على إضفاء البعد الإنساني لتضامن المغرب مع بلدان القارة الإفريقية ولتعاون جنوب جنوب. في هذا الحوار يشارك معنا الدكتور طارق أتلاتي، وهو مدير المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة،
كما يشارك معنا الدكتور الشرقاوي الروداني الخبير في التحليل الجيوستراتيجي، ومعنا كذلك الدكتور عبد العزيز الروماني الخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. أهلا بكم جميعا. أبدأ معكم الدكتور طارق أتلاتي. إذن توجه إفريقي هو خيار استراتيجي للمملكة ليس الآن فقط، منذ سنوات عديدة. كيف تجسد في هذا الظرف الاستثنائي الصعب جدا وعلى الجميع؟ مساء النور أستاذة جهارة، تحية لك وللأساتذة الزملاء الكرام ولمشاهدي قناة ميديا ان تي في الكرام. بطبيعة الحال أولا وقبل كل شيء أتقدم بخالص التهاني الموصول لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكذا بمناسبة الذكرى 21 لاعتلائه عرش أسلافه الميامي. لا شك وأن مناسبة عيد العرش المجيد هي مناسبة بطبيعة الحال يتم فيها التركيز على تتويج العمل المضني والقوي بطبيعة الحال والمتواصل الذي يقوم به جلالة الملك، ومن خلال هذه العملية بطبيعة الحال يتم التواصل مع الرأي العام الوطني للوقوف على مدى حظوة جلالة الملك في الاتجاهات الإقليمية الوطنية المحلية والدولية بإبعادها، ولكن أيضا من خلاله أقول الرأي العام أيضا الدولي يقف على حقيقة دور المؤسسة الملكية ومكانتها الاعتبارية الرمزية والدينية والدستورية. بطبيعة الحال كل هذا في ارتباطه بتدبير شؤون الدولة المغربية. لا شك وأننا حينما نتحدث عن مؤسسة من حجم المؤسسة الملكية فإن المنطلقات الدستورية القانونية تجعل أن التركيز على التتويج يجعلنا نقف على أنها فاعل في الداخل والخارج، فاعل أساسي فاعل رئيسي، استنادا إلى كل هذه الحمولة الدينية السياسية الاجتماعية والاقتصادية القوية التي تتمتع بها المؤسسة الملكية، والتي بطبيعة الحال يعني نقول أنها اكتسبت بشكل خاص على عهد جلالة الملك محمد السادس نصره الله مكانة خاصة محليا إقليميا ودوليا، وأيضا بفعل الحضوة السياسية والمجسورة بقيم بطبيعة الحال المصداقية والرفعة والسمو. كل هذا يحيلنا على التوجه القوي لجلالة الملك اتجاه القارة الإفريقية على المستوى الخارجي، والكل اليوم مقتنع من خلال بطبيعة الحال الخبراء أيضا الدوليين بالمكانة القوية لجلالة الملك وتصوراته وما أحدثته من أبعاد على المستوى القارة الإفريقية. ولكن كل هذه الأمور تأسست على بعدين رئيسيين. البعد الأول تجاه إفريقيا بطبيعة الحال يجد مرجعيته في الإطار التاريخي للمملكة المغربية في علاقاتها الثنائية مع مجموع البلدان الإفريقية، سواء في شمال إفريقيا أو وسط إفريقيا، غرب إفريقيا، شرق إفريقيا أو أيضا في جنوب إفريقيا، بمعنى أن المملكة لها أرضية تاريخية قوية. كل هذه الأرضية اليوم على عهد جلالة الملك محمد السادس بطبيعة الحال البعد الأول بطبيعة الحال هو تجسير هذه العلاقات في ظرفية وفي سياقات جديدة ومتجددة بحمولاتها الكبيرة والتي تحمل في طياتها أزمات سياسية، أزمات اقتصادية. لكن البعد الثاني أيضا هو أنه لا ننسى بأن قرار جلالة الملك تجاه القارة الإفريقية هو اليوم يأتي في ظل عودة المملكة المغربية إلى الحضن الإفريقي، في ظل بطبيعة الحال ابتعاد الذي دام لما يناهز ثلاث عقود
ثلاث عقود وغياب لدولة من حجم المملكة المغربية عن هذا الإطار، وتعود اليوم بهذه القوة وتضع تصورات وخارطة طريق لأشقاء الأفارقة. كل هذه الأمور بطبيعة الحال سنراها بتفصيل معكم سيدتي ومع زملاء الكرام. طيب، ننتقل مباشرة إلى الدكتور الشرقاوي روداني. تتذكر في أكثر مرة من مرة كانت الخطابات تلح على أن إفريقيا يجب أن تثق في إفريقيا. المبادرات التي قدمتها المملكة في عز الأزمة، كيف جسدت هذا الاقتناع الراسخ بأن حل المشاكل في إفريقيا يجب أن يكون داخل قارتنا كذلك؟ أعتقد أن اليوم سياق هذه المساعدات يبقى مهم جدا عندما نتكلم عن التحولات المهمة التي يعرفها العالم، خاصة القارة الإفريقية بعد جائحة كورونا. اليوم نعيش حالة استثنائية يعني يعرفها العالم، وحالة يعني تطلبت كثير من الجهد وكثير من عمل التفكيك لمعرفة يعني أبعاد وتداعيات هذه الجائحة، حتى أصبحت جميع الدول منغلقة على نفسها، وأصبح التصور الاستراتيجي للدولة يعني يبقى راسخا فقط في محدداتها الخاصة بما يسمى المحددة الثابتة للدولة. اليوم أعتقد من المبادرات التي قام بها جلالة الملك تجاه الدول الإفريقية هي جاءت في سياق أن العالم عندما فشلت سياسة متعددة الأطراف أصبحت الرؤية الذاتية يعني تطغو على التضامن وكذلك على التكافل ما بين الدول. جاءت مبادرة جلالة الملك للدول الإفريقية في هذه المرحلة الحساسة وكذلك المفصلية في تاريخ مجموعة من دول القارة الإفريقية، على اعتبار أن الدول التي وصلتها مساعدات المملكة المغربية كانت في يعني جغرافيات متعددة من شرق إفريقيا ودول غرب إفريقيا وحتى كذلك دول وسط إفريقيا، وبالتالي يمكن اعتبار بأن مساعدة المغرب للدول الإفريقية كانت جد مهمة، وهي رسالة إلى من يهمه الأمر بأن إفريقيا قادرة أن تتوحد، قادرة أن تخلق يعني مجالا للتعايش وللتكامل الاقتصادي. زيادة على ذلك أن يمكن أن مساعدة المغرب للدول الإفريقية الشقيقة جاء في إطار كذلك رؤية جلالة الملك وتملك الوجدان لجلالة الملك للقارة الإفريقية، دون أن ننسى الخطاب التاريخي الذي قال أفريكا ماست راست أفريكا في أبيجان، عندما قال جلالة الملك أفريقيا يجب أن تثق في إفريقيا. وبالتالي يمكن للقارة الإفريقية أن تعتبر من هذه التحولات ومن هذه الأمور التي عاشتها ومن انغلاق جميع الدول ومن الشركاء الاستراتيجيين للقارة الإفريقية، وهنا أتكلم عن الدول الأوروبية ودول أمريكا اللاتينية وكذلك، ما لم تجد يعني مساعدة إلا في إطار يعني دول إفريقيا. وبالتالي المغرب أخذ هذه المبادرة، المغرب يعني جلالة الملك أخذ المبادرة للتحدث مع أشقائه لرؤساء القارة الإفريقية لإيجاد حل إطار مشترك من أجل خلق يعني برؤية استراتيجية من أجل يعني رفع التحديات والرهانات المرتبطة بهذه أزمة كورونا. وبالتالي يمكن أن المغرب دولة رائدة في التعاطي مع مجموعة من المشاكل، المشاكل الأمنية والمشاكل السياسية، وكذلك المغرب يساهم من خلال هذه المبادرة مرة أخرى في الاستقرار، في الاستقرار السياسي وفي الاستقرار الاجتماعي وكذلك الاستقرار الروحي، من خلال مبادرات كثيرة تخص مثلا المعهد الملكي للأئمة الأفارقة التي يساهم المغرب من خلالها في التعاطي مع المشاكل المرتبطة بالأمن وبالإرهاب وكذلك من أجل التسامح الديني والتكامل الديني. وبالتالي يمكن أن نقول بأن المغرب اليوم دولة رائدة في معادلات جنوب جنوب، ويعتبر أن القارة الإفريقية أنها شريك استراتيجي داخل هذه المعادلات الجيوستراتيجية الكبيرة المرتبطة بأمريكا الجنوبية وبأمريكا اللاتينية وبالقارة الإفريقية، واعتبار المغرب بوابة نحو أمريكا اللاتينية والتعاقد السياسي والاستراتيجي مع الاتحاد الأوروبي من خلال العلاقات الاستراتيجية للمملكة المغربية مع الاتحاد الأوروبي من خلال الاتفاقيات المتقدمة التي أسستها منذ سنة 2008، تظهر عن أن المغرب يمكن ويظهر أنه قادر على أن يلعب دورا محوريا في علاقات شمال جنوب وفي علاقات جنوب جنوب، والتي تأسست كذلك من خلال زيارة جلالة الملك في سنة 2004 لخمس
خمس دول أمريكا الجنوبية والتي كانت ثمرة يعني سياسة حكيمة للتعاطي مع المشاكل، وكذلك ترتيب مسلسل مهم للتراكم الإيجابي والتكامل الاقتصادي ما بين دول أمريكا اللاتينية والدول العربية ودول أمريكا الجنوبية والدول العربية التي يفوق عدد سكانها أكثر من 1,300,000,000 نسمة، والتي يمكن أن تكون فضاء اقتصاديا قويا قادر أن يوجه وأن يلعب دورا محوريا في الاقتصاديات السياسية والاقتصاديات دول العالم على في ظل هذه العولمة المتوحشة التي نعيشها. طيب دكتور عبد العزيز الروماني، نريد نتحدث كذلك عن دلالة التوقيت. المغرب يقدم مساعدات كبيرة من المعدات الطبية في وقت حرج، في وقت يخسر فيه مليار درهم يوميا، في وقت تجتاح فيه جائحة خطيرة حيرت حتى الدول الكبرى، في وقت حدوده كذلك مغلقة فيه. ما هي دلالات هذا التوقيت في ترسيخ مبدأ الثقة والتآزر والتضامن؟ الدلالة الأساسية هي الاستمرارية، والدلالة الأخرى هو الوفاء بالعهد، لأن الملك بصم المرحلة دياله، الملك محمد السادس بصمها بأسلوبه الخاص، ولكن في هذا الأسلوب اللي انطلق من سنة 2000 كما كتعرفوا كيعرف كل المشاهدين الكرام، لما في شرم الشيخ عفى الدول المتضررة من الديون اللي كانت عندها من المغرب، لما عفاهم حتى من الجمارك في إطار التبادل، فكانت الانطلاقة يعني بعد شهور بسيطة جدا من اعتلائه عرش أسلافي، من تلك اللحظة انطلق العمل. إذن انطلق العمل من البداية، ولكن هذا ما يمكن أن نسميه الحس الاستباقي استراتيجية. طبعا لما في مرحلة من 2010 والفوق الملك تنقل في عدة مدن إفريقية ووقع عدة اتفاقيات وأعلن عدة قرارات هامة جدا وكلها استراتيجية، منها هذا الشيء اللي ذكرته وذكر الزملاء، منها إفريقيا يعني يجب أن تثق في إفريقيا، منها التعاون جنوب جنوب، منها إفريقيا يمكن لا يمكن أن تعول إلا على مواردها وسواعدها، منها كل هذه مقاربات، لا يمكن أن نتكلم عن شعارات، نحن نتكلم عن مقاربات. أظهرت المرحلة الحالية أنها كانت استباقية وأنها كانت استراتيجية، ولذلك في مرحلة كورونا العالم بدأ يعول على نفسه، كل دولة تعول على ذاتها، في دول احتارت في أمرها كما ذكرتي منها إيطاليا وغير ذلك، وجدت نفسها في دوامة ذاتية، المغرب وجد رأس نفسه في إفريقيا، وإفريقيا وجدت نفسها في المغرب عبر هذه المساعدة اللي مشات لعدد من الدول الإفريقية. إذن هذا الامتداد ماشي معناه أن المغرب لما امتد في إطار تعاون جنوب جنوب مش فقط في المنفعة المشتركة، مش فقط في وين وين كما كيقولوا، لا، مش فقط أيضا في الحس التضامني، ومش أيضا في الحس الإنساني، ومش أيضا في أن إفريقيا هي وطن الذي ننتمي إليه جغرافيا وننتمي إليه تاريخيا، ولنا امتداد طويل جدا عبر التاريخ في هذه الدولة. ولذلك مساعدات اللي مشات للعدد من الدول الأفارقية هي كتندرج في نفس التوجه المغربي اللي كان دائما حاضر مع إفريقيا في الكوارث ديال اللي كتحصل في بعض الدول، في المشاكل السياسية اللي كتحصل في بعض الدول، في الظروف الإنسانية اللي كتحصل بعض مرات وكيحتاجوا فيها للدعم، في الفقر، مواجهة الفقر، في تقوية البنية التحتية وكم قدم المغرب في هذا المجال، في تقوية في ضمان الغداء أيضا لإفريقيا عبر المكتب الشريف للفوسفات وما قدمه لهذه المنطقة وعبر الاتفاقيات في مجال الفلاحي، إذن في ضمان الغداء لإفريقيا. إفريقيا هي 1.5 مليار تقريبا ديال الساكنة، إفريقيا إذن مشات لها أيضا في ظرف 4 سنين 1.5 مليار ديال الأورو، معناه كنا في واحد المرحلة احنا متأخرين في إطار الاستثمارات في إفريقيا، فأصبحنا البلد الثاني ثم انتقلنا إلى البلد الإفريقي الأول في مستوى الاستثمارات في إفريقيا. معناه أن المغرب تموقعه الآن في إفريقيا هو تموقع متكامل، لا من حيث مع هذه الدول لأن في تكامل بيننا وبين هذه الدول، ولا في حيث الرؤية المستقبلية اللي أكدت عليها في المداخلة دي الآن، لأنها رؤية ترمي إلى المستقبل. غدا إفريقيا سيكون لها دور في العالم، والآن نحن
العالم كله يمر من مرحلة حساسة جدا، ولا بد أن تترك أثرها، ولا بد أن تغير ما يمكن أن تفرضه في هذا التغيير على المستوى الدولي. ولذلك يجب على إفريقيا أن تكون مهيئة، الحمد لله هي تسير في هذا المسار. عدد المصابين بكورونا الآن وصل ل 800 ألف، ولكن تجد إفريقيا نفسها في وضع أحسن إن شاء الله إذا ما هي أضافت إليه الجانب الاقتصادي وطبعا الجانب الاجتماعي. إضافة إلى هذه المساعدات، اقترح جلالة الملك إطلاق مبادرة تمكن الدول الإفريقية من مواجهة هذا الوباء على قلب رجل واحد. هل التقط الأفارقة هذه المبادرة دكتور طارق أتلتي؟ هل أتت أكلها؟ إلى أين وصلت اليوم؟ لا شك وأن الحظوة اليوم التي عليها جلالة الملك بالقارة الإفريقية بمختلف زواياها هي تجد منبعها ومصدرها من منطلق البعد الأول الذي تفاعل من خلاله جلالة الملك مع القارة الإفريقية. لا ننسى بأن العودة الميمونة لجلالة الملك لإفريقيا كانت تؤثر بالأسلوب الآتي، هو أن يجب أن ترجع أو تعود الثقة للإنسان الإفريقي وإيمانه بمصادر ثروته وبموارده البشرية وبإمكاناته بطبيعة الحال. ثم أيضا داخل هذا البعد أيضا جلالة الملك عمل على ترسيخ نقطة حساسة، وهي الرفع من منسوب الوعي والنضج لدى الإنسان الإفريقي. كل هذه المسائل مجتمعة أعطت على أن الأفارقة شعوبا وحكاما انخرطوا في هذا التوجه بشكل قوي، ولاحظنا أنه الاجتماعات بدأت تتم بين الأفارقة والغرب سواء الأوروبيين أو غيرهم من منطلق رسخه جلالة الملك، ألا وهو إلغاء النظرة الاستعلائية التي سادت لعقود. بمعنى أن الأفارقة ككتلة اليوم من منطلق هذه الثورة التي أحدثها جلالة الملك بالقارة الإفريقية وجدت الصدى الكبير، وبالتالي أصبحت هناك حظوة قوية لجلالة الملك بالقارة الإفريقية. حينما جاءت هذه الجائحة التي نتمنى أن يبعد الله سبحانه وتعالى على وطننا وعلى القارة برمتها وعلى الإنسانية، لاحظنا أن جلالة الملك كان سباقا كما في الشأن الداخلي الوطني، كان أيضا مع القارة الإفريقية سباقا إلى دعوة حكام إفريقيا إلى الانخراط في مبادرة التوحد ضد هذه الجائحة التي استخف بها الكثير في البداية. ولكن لاحظنا بأن حكمة وتبصر جلالة الملك سواء في المنطلق الوطني أو المنطلق الإفريقي جعلت أن المصداقية التي هي الآن لدى جلالة الملك لدى الحكام الأفارقة انخرطوا في هذه المسألة، وكان هناك تفاعل كبير. ولكن جلالة الملك حينما يتحدث لغة الارتقاء وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالقارة الإفريقية ولا يتحدث لغة الإيديولوجيا أو النظريات البائدة، بل يتحدث لغة واقعية ولغة أرقام، وجسدها هو فعليا من منطلق الدور المغربي الكبير بإفريقيا تجسيدا للعلاقات التاريخية. ولاحظنا كيف أن 15 طائرة اتجهت نحو 15 دولة تحمل المساعدات الطبية المرتبطة بهذه الجائحة، وهي بطبيعة الحال عملية لم تقوى. ولكي نكون صرحاء، ونحن بطبيعة الحال لا نغالي في هذا الباب، دول متقدمة عانت من الجائحة، دول متقدمة استفادت من المقاربة المغربية التي أسس لها جلالة الملك في التصدي لهذه الجائحة. وبالتالي اليوم جلالة الملك من خلال المؤسسة الملكية وتفاعلها أعطى نموذجا بمثابة نبراس للدول الإفريقية للتوحد حول الأزمات بما فيها هذه الأزمة الصحية.
طيب دكتور شرقاوي رودان، كان هناك تفاعل مع هذه المبادرة، كانت هناك اتصالات هاتفية، نذكر على سبيل المثال مع رئيس ماكي سال والحسن وترى. ماذا بعد هذه المبادرة؟ كيف التقطها الأفارقة؟ هل هناك إجراء عملي لتفعيلها لمواجهة هذه الجائحة التي تنتشر كل يوم أكثر كذلك؟ اليوم ليس لابد ان يعني نستحضر مجموعه من المبادرات للمملكه المغربيه في مواجهه الافات وكذلك الكوارث التي عاشتها القاره الافريقيه، خاصه مثلا في يعني في مشكل يعني مرض ايبولا، او حتى كذلك عندما كانت كوارث طبيعيه اصابت مجموعه من الدول الافريقيه مثل لا ار دي سي ومجموعه من دول البنين ومجموعه دول الطوغو، ثم كذلك الدور الوساطه في استباب الامن والاستقرار لدى مجموعه من الدول كغينيا، ونتذكر الدور الكبير الذي لعبه جلاله الملك في يعني في ازمه نهر ماينو. ثم كذلك اليوم يعني يعني هذه المبادرة التي يعني قام بها جلالة الملك تأتي في سياقات متعددة، وكذلك الدور الرائد للمملكة المغربية في القارة الإفريقية، على اعتبار أن المغرب دون أن ننسى ذلك بأنه دولة يعني بالنسبة للقارة الإفريقية هو دولة استراتيجية، وبالنسبة كذلك للشعوب الإفريقية المغرب يمكن أن يلعب دورا محوريا واستراتيجيا كذلك في علاقات شمال جنوب وفي علاقات جنوب جنوب كمحددات يعني لتقوية الدولة داخل القارة الإفريقية. هناك مبادرات كبيرة قامت بها المملكة المغربية في التعاطي مع المشاكل القارة الإفريقية، خاصة عندما نتكلم عن دول الساحل الإفريقي وجنوب الصحراء، ما يسمى بالبروغرام دانفيستمون بريوريتير الذي يعني تلعب فيه المملكة المغربية دور كبير في تنمية الإنسان الإفريقي في منطقة الساحل الإفريقي وجنوب الصحراء بكل ما تعرفه من يعني مشاكل أمنية ومشاكل عدم الاستقرار. الدور الوساطة الأخيرة للمملكة المغربية في الآن والتي هي يعني في طريقها لتسوية الأوضاع في دولة مالي بعد يعني الصراع الكبير ما بين الحزب الحاكم وحركة 5 يونيو، ثم كذلك دولة غينيا ومجموعة من الأمور المرتبطة كذلك مجموعة من المسائل الجيوسياسية المرتبطة كذلك بالشرق القارة الإفريقية، تلعب المملكة المغربية دورا كبيرا عندما نرى كذلك عدد كبير من الجنود المغاربة في تجريدات الأمم المتحدة لحفظ السلام في دولة إفريقيا الوسطى من خلال صراع حركة تخوا إغ ولزونتي بالاكا ولا سليكا. وجود القوات المغربية يلعب دور كبير في حفظ الأمن واستقرار دولة بونغي، على اعتبار أن هناك استحقاقات انتخابية يعني في دولة يعني افريقيا الوسطى، وجود يعني تجريدات ملكية قوات المسلحة الملكية في دولة الار دي سي في منطقة كيفو الشمالية، ثم كذلك الزيارة التاريخية لجلالة الملك لجنوب السودان ولقائه بالرئيس ميرانديت سالفاكير في دولة تعرف فراغات جيوسياسية. كل هذا يظهر ان المملكة المغربية اصبحت دولة رائدة في القارة الافريقية، وكل ذلك وكل هذا يشهد به دول العالم، وحتى مجلس الامن في قراراته المتعددة خاصة في الصراع الآن الليبي والوجود الفراغات الجيوسياسية. اليوم يعلم الجميع بأن اتفاقيات الصخيرات هي مرجع سياسي وأساسي للأمن والاستقرار في يعني في دولة ليبيا، ثم كذلك الدور الذي تلعبه المملكة المغربية في دول شمال إفريقيا، علاقات المغرب بالجزائر وكذلك بتونس وبموريتانيا، للتذكير بأن 58% من تجارة المغرب مع دول الإفريقية هي في شمال إفريقيا، دون أن ننسى كذلك بأن المغرب أول مستثمر في دول غرب إفريقيا وثاني مستثمر للدول في داخل القارة الإفريقية بعد جنوب إفريقيا، دون أن ننسى كذلك الدور الذي لعبته المملكة المغربية في استباب الأمن والاستقرار في دولة الكوديفوار في زمن كباك، هو كذلك صراع ما يسمى بالكوموزون في دولة الكوديفوار. وبالتالي يمكن أن نقول بأن ليست هذه المرة الأولى، المغرب ومن بإرادة من جلالة الملك كانت انفتاح على القارة الإفريقية، وذلك لاعتبار الوجدان لشخصية جلالة الملك مع القارة الإفريقية. يعني عندما نذهب إلى يعني يذهب الإنسان إلى باماكو وسيسمع بأن جلالة الملك يزور الأحياء الشعبية بدون حراسة أمنية، عندما يذهب إلى غينيا يزور الأحياء الشعبية بدون حراسة أمنية، وهذا له ارتباط وجداني وكذلك إرادة سياسية حقيقية في خلق رؤية يعني إفريقية مشتركة، أمن مشترك وأمن جماعي إفريقي، وهو ما تأكد بعد عودة المغرب لإطار المؤسسات للاتحاد الإفريقي من خلال بروزة مجموعة من الاستراتيجيات لا على المستوى الهندسة الأمنية الجماعي للقارة الإفريقية ولا على المستوى الهندسة الأمني للاندماج الإقليمي القاري من خلال تدبير مسلسل يعني علاقات قوية ما بين أمريكا الجنوبية والقارة الإفريقية.
طيب دكتور عبد العزيز الروماني، أنتم متخصصون في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كيف يتصور المغرب عملية إرساء إطار عملياتي من أجل مواكبة الدول الإفريقية في تدبيرها لهذه الجائحة؟ طبعا ما معنى أن تكون لدينا شراكة وتعاون متبادل اللي احنا كنسميه تعاون جنوب جنوب مع هذه الدول؟ ما معناه؟ معناه كما أكد الملك أكثر في أكثر من فرصة أننا نتقاسم الموارد، الخيرات اللي عندنا نتقاسمها، وأيضا التجارب، التجارب اللي عندنا. المغرب استبق بحسه بتجربته بكفاءته، أيضا استبق الجائحة بكثير من الإجراءات الاستباقية الهامة والتي خففت من وطأة الجائحة. بسرعة كبيرة نقل هذه التجربة إلى أشقائه في إفريقيا. كانت هناك مكالمات هاتفية للملك مع أشقائه، وكانت هناك يعني تبادل، وضع المغرب يعني المستشفى العسكري وضعه في خدمة المواطن المالي لما طلب الرئيس المالي من جلالة الملك هذا العمل أو هذه الخدمة. أيضا وزع 15 دولة ما اكتسبهم ما لديه من موارد لتدارك ما يجب تداركه بخصوص الإصابات، وهذه الدول تم من طبيعة الحال اختياره بحكم الإصابات المتواجدة، أيضا لأن هناك حاجة إلى هذا التبادل. الآن وضعنا هذه الموارد، وفي هذه الموارد هناك بعض ما يتم تصنيعه داخل المغرب، كما هو الحال بالكمامات، كما هو الحال ببعض الأدوية، كما هو الحال ببعض الأجهزة. إذا هناك خبرة أخرى تسير إلى هذه الدول، خبرة يعني المواكبة من أجل المواجهة وأيضا الأخذ باليد. والآن هذه التجربة المغربية اللي كيمدها لهذه الدول مشى أيضا باش يوضع واحد المنصة تكون مشتركة، منصة إلكترونية لتبادل البروتوكولات، لتبادل التجارب، ولكن أيضا لليقظة والتحذير الاستباقي. إذا هنا ماذا نتبادل؟ نتبادل الخبرة ونتبادل التقنية، ولكن نضع أيضا ما بين أيدينا في خدمة إخواننا في إفريقيا. المغرب كان دائما حاضرا في هذا الجانب، و يعني اقترح أن تكون وجهة قيادية، يعني واحد اللجنة قيادية اللي توضع إفريقيا لما بعد مرحلة كورونا، إفريقيا اقتصاديا وإفريقيا اجتماعيا وإفريقيا أمنيا وإفريقيا سياسيا. وهذا هو الهم الأساسي الذي يمكن أن تخرج به إفريقيا بتجربة جديدة قوية تعتمد فيها على الذات. نعم كنا حاضرين في الدفاع وحماية البيئة الإفريقية، كنا حاضرين أيضا في يعني تهيئ واحد جانب غذائي لحماية الإنسان الإفريقي من كل الكوارث التي كان يعاني منها في السابق، كما هو الجوع، كما هو الفقر. وكنا متواجدين في تقوية البنية الاستثمارية، لا في الجانب البنكي ولا في الجانب المرتبط بالتأمين ولا في الجانب المرتبط بالتكوين، وهنا مشينا فيه بعيد مع إخواننا الأفارقة، ولا في الجانب حماية البيئة ديالهم عن طريق الشراكة اللي موجودة مع المكتب الشريف للفوسفات، ولا أيضا في ضمان غذاء عن طريق الأسمدة اللي كتم تزويدها وتصنيعها في بعض الآليات. ولكن على المستوى المستقبلي وضعنا قاطرة، وضعنا مدارا، ووضعنا أيضا ممرا اللي هو الصحراء المغربية اللي غيكون عندها مستقبل كبير في إطار هذه العلاقات. إذا من إفريقيا نحو أوروبا، ولكن مرورا من منطقة الصحراء نحو المغرب، تم تأهيل منطقة في إطار النموذج الجديد، تم تأهيل أقاليم ديالنا الجنوبية من أجل أن تقوم بهذه الدور الهام مع أشقائنا في إفريقيا، إضافة إلى البنية التحتية. الآن نحن نتحدث عن كورونا، كورونا جائحة غير مفهومة لحد الآن، تتغير تتطور، هناك مفاهيم علمية جديدة، ولكن قوتنا هو حماية المواطن المغربي والإفريقي وأيضا العالمي بما لدينا من إمكانيات، ولكن حمايته في إطار تبادل هذه الخبرات. هذه نجحت هنا في المغرب، خاصها تنجح أيضا في مالي، خاصها تنجح في السنغال، خاصها تنجح في أبيجان. إذا نكونوا دائما حاضرين بالتجربة ديالنا، وهذا هام. الجوانب الاقتصادية بدأت الآن الرؤية تتوضح نسبيا فيما يمكن أن يحصل من مفاهيم جديدة، من أنظمة جديدة، من نمط اقتصادي جديد، إذا يمكن أن نتقاسم مع إخواننا الأفارقة. طيب، هذا البعد في الرؤية هو الذي أسسنا به هذه الشراكة لتكون شراكة قوية ومبنية على أسس صحيحة. طيب دكتور طارق أتلادي، ربما حري بنا أن نسأل اليوم عن الأهداف التي يركز عليها المغرب اليوم خاصة في عمقه الإفريقي.
نعم، لا شك وأن جلالة الملك في تصوره للأبعاد التي يمكن تحقيقها على مستوى العلاقات سواء البينية أو المشتركة بين هذه الدول هي تحمل عنوانا رئيسيا وعريضا، وهو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في هذه القارة وبين هذه الدول. تحقيق هذه التنمية بطبيعة الحال وضع لها جلالة الملك خارطة طريق بمجموعة من النقاط التي يجب الاشتغال عليها ككتلة موحدة مشتركة. وفي هذا الإطار بطبيعة الحال نذكر أن جلالة الملك قد وضع بين أيدي حكام الدول الإفريقية تصدي والقفز على رهانات بطبيعة الحال هي بمثابة تحديات بالقارة الإفريقية. ونذكر على سبيل المثال بطبيعة الحال أولا مسألة الأمن الغذائي، ثم مسألة أيضا حساسة ورئيسية جدا والتي باتت تعاني منها دول إفريقية كثيرة جدا، وهي ظاهرة الإرهاب المتنقل عبر القارة، وأيضا مسألة أيضا حساسة كبيرة جدا وهي الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر. كل هذه النقاط مجتمعة جلالة الملك حينما وضع يده في يد الدول الإفريقية جاء ببدائل وحلول بديلة لهذه الإكراهات. ولاحظنا كيف أن الحمولة التي جاء بها جلالة الملك في إعطاء الانطلاقة إلى جانب دولة نيجيريا، ونحن نعرف مكانة نيجيريا الكبرى في إفريقيا، وكيف أن الأنبوب الغاز الذي كان حلما وكانت به توعكات قديمة جدا صار ممكنا بدخول جلالة الملك على الخط مع هذه الدولة، وصارت هناك إمكانية جعلت إفريقيا ليست وحيدة في هذا المشروع، بل دخلت إلى جانبها الدول الأوروبية، وليس فقط دول أوروبية ولكن أيضا أمريكا الشمالية وأيضا روسيا الفيدرالية. بمعنى جلالة الملك من خلال دبلوماسيته القوية على المستوى الدولي وفي علاقاته القوية بتصورات تنزل على أرض الواقع، جعل من المملكة المغربية شريكا استراتيجيا لمجموعة من القوى العظمى على المستوى العالمي، وهذه التجربة والخبرة الكبيرة للمملكة المغربية بقيادة جلالة الملك حفظه الله اليوم تستفيد منها القارة الإفريقية في تعاملها مع الغرب. ولهذا قلت في البداية بأن الثورة التي أحدثها جلالة الملك بإفريقيا كانت منذ البداية في أساس نسطر عليه، وهو إبعاد نظرة الاعتلاء التي كان يتعامل بها الآخر مع الدول الإفريقية. اليوم جلالة الملك أبرز من خلال خارطة الطريق في التعامل مع الدول الإفريقية بأن القارة الإفريقية بحكامها وشعوبها هناك كفاءات، هناك خبرات، هناك قدرات، هناك إمكانات، هناك مصادر ثروة طبيعية كبيرة جدا وتحتاج إلى استغلالها، وهذا الاستغلال يجب أن ينطلق من الإنسان الإفريقي لكي يتعامل مع باقي الآخرين من بني البشر على أساس أنه له مكانة وحظوة في هذا الكون. طيب دكتور روداني، أثبتت التجربة أن همنا مشترك، أننا في ظرف كهذا موجودون على قارب واحد، ننجو جميعا أو نهلك جميعا. هل من فرص حقيقية اليوم للتكامل والاندماج؟ أعتقد اليوم دائما في تاريخ البشرية كانت الأزمات وكذلك الكوارث الطبيعية محرك أساسي لرؤية جديدة والاستراتيجيات الجديدة ولخلق عملية إجماع تفكير جماعي من أجل بلورة استراتيجيات مشتركة ما بين الدول، وهذا لاحظناه في الحروب العالمية التي عاشها العالم، ثم كذلك الأوبئة التي عرفتها البشرية منذ القدم. وبالتالي يمكن أن نقول بأن هذه جائحة كورونا هي
مرحلة مفصلية في تاريخ القارة الإفريقية من أجل إعادة بلورة رؤية جديدة وخلق بوصلات جديدة في التفكير الاستراتيجي الجماعي. وهو يعني هناك إرادة في المملكة المغربية من خلال رؤية جلالة الملك، وهذا ما يعني أظهرته المساعدات لأكثر من 15 دولة إفريقية، ثم كذلك الرؤية من أجل وضع إطار يعني تشاركي بين دول إفريقيا من أجل تحدي جميع الإرهاصات المرتبطة بجائحة كورونا أو ربما قد آفات وكوارث التي قد تعيشها القارة الإفريقية. وهو ما أكد عليه المندوب المملكة المغربية داخل الاتحاد الإفريقي عندما أكد على ضرورة وضع إطار قانوني كذلك وإطار سياسي إفريقي تابع للاتحاد الإفريقي من أجل خلق يعني رؤية مشتركة من أجل رفع التحديات المرتبطة بالأوبئة، خاصة بأن القارة الإفريقية تعرف انتشار كبير لهذه الأوبئة، ووباء كوليرا يعني يؤدي ويفتك بأكثر من 120 ألف شخص سنويا، ومجموعة من الأمراض الفتاكة التي تعيشها القارة الإفريقية. وبالتالي يمكن أن نقول بأن المغرب يعني دائما كانت له الرياضة في التعاطي مع هذه المشاكل. اليوم المغرب له خبرة في خلق يعني سياسة مندمجة بين جميع القطاعات، وكذلك الرؤية الاستباقية في التصدي لهذا الوباء، وهو يعني ما أشادت به جميع الصحف الدولية والقيادات الدولية، خاصة كذلك في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وحتى في الدول الأوروبية داخل الاتحاد الأوروبي. وبالتالي يمكن استثمار هذه التجربة المغربية مع القارة الإفريقية ومع الدول القارة الإفريقية في يعني بلورة استراتيجيات أخرى، وكذلك خلق مبادرات جديدة داخل القارة الإفريقية، خاصة وأن عودة المغرب إلى إطار المؤسسات الاتحاد الإفريقي كان ترحيب كبير من مجموع أكثر من 50 دولة إفريقية للمملكة المغربية بهذه العودة. وبالتالي هناك مسؤولية كبيرة للمملكة المغربية في الذهاب بعيدا في هذه المبادرات وفي هذه الفكرة، ومن أجل كذلك هناك تحديات مرتبطة بالأمن والاستقرار خاصة في مجموعة من الدول. وأعتقد بأن المملكة المغربية من خلال تجربة ليبيا من خلال اتفاق الصخيرات وكذلك مجموعة من الأمور المرتبطة بمعادلات جيوستراتيجية في غرب حوض البحر الأبيض المتوسط وعلاقات المملكة المغربية مع الاتحاد الأوروبي من خلال الوضع المتقدم والشراكة الاستراتيجية للمملكة المغربية مع واشنطن، كل هذا يظهر بأن المملكة المغربية يمكن أن تكون دولة لها دور كبير ورائدة في مجال الدبلوماسي السياسي أو الدبلوماسية الدينية أو الدبلوماسية الاقتصادية وحتى الدبلوماسية التجارية داخل الاتحاد الإفريقي من أجل بناء بلورة، لأن المشكل داخل القارة الإفريقية ولا بد أن نعرف هذا هو عدم وجود استراتيجيات متكاملة ما بين ما يسمى بالكوميونيتي إيكونوميك ريجيونال داخل الاتحاد الإفريقي. وبالتالي المغرب هنا في مبادرة لخلق نواة اقتصادية كبيرة من خلال ما يسمى بمجموعة دول غرب إفريقيا لا سي دي او، من أجل الذهاب بعيدا نحو دول جنوب إفريقيا لا إيغاد أو لا سي او سي يعني أو دول شرق إفريقيا أو دول وسط إفريقيا. طيب دكتور روماني، دعا المغرب إلى إنشاء منصة للخبراء الإفريقيين لمواجهة الوباء ومواجهة تحديات المستقبل، هل من تفعيل لهذه المبادرة؟ هل لقت أذانا ساغية؟ وما أهميتها خاصة في هذا الظرف؟ هذه المنصة هامة جدا، وهي تعمل حاليا سيدتي يعني في إطار تبادل الصحي وأيضا في تبادل الخبرات كما ذكرت قبل قليل، وأيضا في البروتوكولات العلاجية، لأن تحت الأعين الآن تحت المجهر هناك البروتوكول العلاجي يعني الذي ينفع أكثر. المغرب استطاع الحمد لله في هذه الفترة التي نحن فيها والتي نمر منها أن يحتوي الأزمة، أن يحتوي المرض، ويعتمد على خبرات وكفاءة أبنائه الموارد البشرية. نعم، اعتمد أيضا على تهيئ بعض الآليات والأجهزة من خلال الصناعة الداخلية، لذلك يجب على إفريقيا ككل أن تسير على نفس النهج وهو الأفضلية الداخلية. إفريقيا في حاجة في هذه المرحلة التي نمر بها، نحن نمر من محنة، الكل العالم كله في سفينة واحدة، يجب أن تنجو هذه السفينة. ولكن في هذه المرحلة بالضبط العالم كله كيقول كما كنقولوا بالدارجة أراسي أراسي. المغرب اختار باش يتعامل مع إفريقيا بالتكامل، بالتعاون، بالتعاضد، بالتضامن، وهذا هام جدا في هذه المرحلة. إذن لكي تنجو إفريقيا
بأبنائها يجب أن تنجو وفق نظام جديد. إفريقيا في حاجة للأمن الغذائي وأن يكون هذا الأمن الغذائي مستديم. إفريقيا في حاجة لاستقرار سياسي واجتماعي. إفريقيا في حاجة لتنمية ولنهضة اقتصادية ذاتية تعتمد فيها على مواردها. بهذه الطريقة يمكن لإفريقيا أن تبني نظاما إفريقيا جديدا في المرحلة المقبلة يعتمد على التكامل ما بين دولها. نعم لاحظتم أن المغرب في دول المغرب العربي هو الوحيد الذي مد يده لإخوانه الأفارقة بالعطاء بالدعم بتبادل التجارب بالاقتراحات، لا بخصوص اللجنة اللي ذكرنا ولا بخصوص هذه المنصة. وفي هذا الاتجاه يجب أن تبنى إفريقيا بشكل جديد لتعتمد على مواردها البشرية وعلى كفاءتها في المرحلة المقبلة. لكي ننجح في ذلك فنحن في حاجة لتعليم قوي، كما نقول بالنسبة للمغرب نقول بالنسبة لإفريقيا. نحن في حاجة لنظام صحي وتغطية اجتماعية إفريقيا أيضا، وهذا هام جدا. نحن في حاجة لتقوية اقتصاد مبني على الأفضلية الداخلية والتفضيلية اللي قادر يصنع المغرب هو اللي يتوفر للسينيغال ويتوفر المالي ويتوفر الغابون وغيرها. اللي قادر تصنع السينيغال يستفد منه المغرب في هذه المرحلة. نحن منحنا كما قلنا كل ما لدينا من خبرات ومن موارد أيضا لإخواننا، ولكن نمنح وفق هذه المنصة اللي سولتيني عليها نمنح توجها جديدا، هو التوجه نحو اليقظة، أن نكون دائما يقيدين لمواجهة هذه الجائحة لننجو جميعا ولكن لنبني اقتصادا قويا. طيب دكتور طارق التلاتي، علاوة على ما تفضل به الأستاذ الروماني، هناك لجان لتتبع عمل المهتمين بالاتفاقيات الموقعة، ما أهمية هذه اللجان في هذه الظرفية وما أهمية أن ندعمها كذلك؟ نعم، لا شك ونحن نتحدث عن ما يتحقق وطنيا، وكون جلالة الملك أطلق أكثر من مرة النموذج الأساسي والرئيسي لإنجاح أي تنمية وطنية هي ربط المسؤولية بالمحاسبة. ولا شك في أن جلالة الملك من خلال تتبعه للاستثمارات والاتفاقيات التي وقعت بالقارة الإفريقية والتي تصل إلى ما يقارب 1000 اتفاقية وضعت لها أو تم مأسستها بطبيعة الحال في إطار تتبعه لهذا المنحة التشاركي مع الإخوة الأفارقة، وبالتالي الأمر يبقى مضبوط من حيث الزمن والمسؤولية في إتمام وإنجاح هذه الاتفاقيات، والتي هي مرتبطة بمصداقية المملكة المغربية تجاه شركاء الإخوة الأفارقة. هذا من جانب. من جانب آخر لو سمحت أستاذة جهرة، ونحن نتحدث عن الملك المواطن الملك الإنساني وطنيا، فإن نفس المقاربة التي اعتمدها جلالة الملك وطنيا هي نفس المقاربة المعتمدة مع الإخوة الأفارقة. ولاحظنا كيف أن تجارب المملكة المغربية على مستوى حفظ الأمن والسعي وراء تحقيق السلم والأمن كما هي النماذج اليوم كثيرة، وبالأمس واليوم نحن نتابع الإخوة الليبيين وهم يعودون إلى الرباط من أجل إتمام اتفاق السخيرات رقم 1 الذي أسس للتوافق، لكي نتجه نحو اتفاق آخر ينهي هذه الفتنة والحرب الأهلية التي تضرب هذا البلد الشقيق في شمال إفريقيا. كل هذا أعطى انطباع للإخوة الأفارقة على أن المملكة المغربية كانت محقة في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية منذ السبعينات، وبالتالي لاحظنا كيف أن هذه المقاربة جعلت الأفارقة من أنفسهم يهتدون إلى فتح قنصليات بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وهي اعتبرناها صحوة للإخوة الأفارقة تجاه هذا النزاع الذي افتعلته الأطراف بطبيعة الحال التي تعادي المملكة في توجهاتها منذ فترة الحرب الباردة. شكرا دكتور. في دقيقتين أرجوك دكتور روداني، خبير أنت في التحليل الجيوستراتيجي، ما هي التكتلات التي لها اليوم حظوظ أقوى في أنها تبلغ مآربها؟
أعتقد اليوم عندما نلاحظ المشاكل البنيوية التي تعيشها يعني يعيشها دول العالم خاصة بعد جائحة كورونا، سنقول بأن يعني هناك سيناريو مطروح على أن هناك تغيير في النظام الدولي من خلال يعني وجود محاور جيوستراتيجية كبيرة، خاصة مع الصراعات التي تعرفها مجموعة من يعني بؤر التوتر خاصة ليبيا وكذلك دول الساحل الإفريقي ودول جنوب الصحراء والصراع الأمريكي الصيني، ثم كذلك الصراع الأمريكي الروسي في منطقة الشرق الأوسط خاصة المعركة في سوريا وفي العراق. وبالتالي أعتقد بأن هناك تحولات جيوستراتيجية كبيرة ستجعل هذه جائحة كورونا يعني ستكون محددا يعني أساسيا في يعني تواجد يعني وتغيير في محاور كبيرة. وأعتقد بأن اليوم نتكلم عن محور مثلث جيوستراتيجي مهم وهو الصين وإفريقيا وكذلك الهند، باعتبار أن هذه الدول هذه المناطق هي مناطق جد مهمة في اقتصاديات العالم. عندما نتكلم عن شرق آسيا كذلك هي توجد فيها يعني 4 دول يعني التي تتبوأ المكانة الأولى فيما يسمى المنتوج الداخلي العام برودو انتيريور بروت. وأعتقد كل هذه التحولات يعني ستلقي بظلالها على القارة الإفريقية على اعتبار أنها تزخر بمقومات كبيرة في مجال يعني في الطاقة وكذلك مجال المعادن النفيسة. عندما نتكلم عن دولة بوركينا فاسو وعن دولة النيجر أو ما يسمى بالترار أو الكوبالت، كل هذا يعني مهم جدا في التغيرات كذلك التكنولوجيا المستقبلية. عندما نتكلم كذلك وجود يعني أطراف يعني في معادلات جيوستراتيجية داخل القارة الإفريقية، صراع كبير سيلقي بظلاله على هذه التحولات. وبعتقد بأن المملكة المغربية اليوم هي واعية كاملة الوعي بهذه التحولات وبأن هناك يعني سيناريوهات مطروحة داخل القارة الإفريقية، خاصة دول الساحل الإفريقي وجنوب الصحراء ودول شرق إفريقيا وكذلك ما يقع مثلا طيب في منطقة البحر الأحمر ما بين في مجموعة من هذه الدول السودان ومصر وكذلك جنوب السودان. وأعتقد بأن هذه التحولات يعني مهمة جدا لاستيعابها وتفكيكها من أجل يعني بلورة بوصلة جديدة في التكييف استراتيجيتنا المغربية في التعاطي مع هذه المشاكل وخلق نقاط ارتكاز استراتيجية مهمة من أجل يعني دحض جميع التهديدات وكذلك التحديات الاقتصادية والتجارية التي قد يعني تنافس يعني رؤية المملكة المغربية في الاستقرار والأمن داخل القارة الإفريقية وفي منطقة غرب حوض البحر الأبيض المتوسط والأطلسي كذلك. دكتور عبد العزيز الروماني، أختم معكم. هناك اليوم تحدي كبير هو كيف سندبر تبعات هذه الجائحة، كيف يمكن لنا أن ننجح في ذلك؟ ببساطة وببساطة شديدة جدا نعتمد على كاهل أبنائنا. الإنسان العنصر البشري هو مستقبل إفريقيا، ولحماية وتأهيل العنصر البشري وتتمين أدائه لا بد أن نكون له أمن غذائي جيد، سلامة صحية جيدة، اقتصاد قوي. وهذا هو التوجه الملكي في إطار الشراكة. لنكون واضحين، المغرب فتح أبوابه أمام الأفارقة، عندك 20,000 واحد هنا، بل أعطاهم حتى الإقامة، 11,000 اللي أخذوا الإقامة الآن، وأيضا فتح مدارسه للتعليم 8,000 افريقي كيتكوننا، وفتح مستشفياته. شكرا لك دكتور. هذا هو مستقبل الانسان، تاهيل الانسان الافريقي. تفضلي. الدكتور عبد العزيز الروماني، الدكتور الشرقاوي الروداني والدكتور طارق أتلاتي، شكرا جزيلا لكم على كل التوضيحات. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعه، نلتقي بخير باذن الله. إليكم.